طبعا انا عاجبني فايلر ان هو بيريحه برضه. انت بتلعب ماتشات كتير قوي والريتم سريع. النهارده محمد مجدي قفشه لما لعب 84 دقيقه برضه بياخد نوع من الراحه، احرز هدف، طبعا هدف جميل جدا اللي احنا لسه عارضينه. اكتر من قام بمحاولات على المرمى 5 محاولات. النادي الاهلي النهارده عمل في الماتش كله 19 محاوله، منهم 5 لمحمد مجدي قفشه بنسبه دقه كام؟ 40%، 2 من 5 صح. تاني حاجة ان هو اكتر من صنع فرص لزملائه، محمد مجدي قفشه فرصتين بالتساوي مع علي معلول. نسبة دقة تمريراته القصيرة 89%، التمرير الطولي عامل 6 تمرير طولي منهم 4 صح بنسبة دقة 66.6. ايوه قطع الكورة 4 مرات. تاني اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحة 2، حصل على اخطاء 2. اذا ده الهدف التاني ليه في الدوري، وصنع هدفين ومتسبب في ركلة الجزاء، يعني محمد مجدي قفشه متسبب في 5 اهداف لصالح النادي الاهلي هذا الموسم. رقم 3 وهو واحد من ابرز اللعيبه وابرز مكسب النهارده في المباراه، محمود متولي. محمود متولي وجوده جنب رامي ربيعه، 2 مساكين يريحوك، ربنا يحفظهم من الاصابات، من احسن الـ2 مساكين في مصر، سواء محمود متولي او رامي ربيعه في التمركز الدفاعي، في الفوز بالالتحامات الهوائيه، في بناء الهجمه. 2 لو